السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحة تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. البارحة أنا قمت بوضع فيديو، وضعت شمع الختم هنا في هذا الكسكاس، نقول له الكسكاس، وهذا القدر، وتركت الشمع. لماذا؟ لأن شمع الختم فيه كمية كبيرة من العسل. الطريقة يعني صحيحة وسهلة، دون يعني ما تتعب، دون ما يتعب النحل، وكلنا مررنا على الطريقة هذه. لما بدأنا تربية النحل كنا نقوم بعصر الشمع باليدين، نضعه يا إما في قطعة قماش شاش التي تسمح بمرور العسل، ونعلقه في مكان، ونترك بالأسفل صحن أو إناء لكي يسيل العسل في ذلك الصحن أو ذلك الإناء. إذا أنا والله غير تذكرت لما بدأت تربية النحل كنت نعصر العسل بهذه الطريقة. لما بدأت يعني بالخلايا أولى، خلية أو اثنين، لم يكن لدي فراز. الآن الحمد لله عندي فراز ما شاء الله، الحمد لله. ولكن ذكرت الطريقة التي بدأت بها، وهي يعني طريقة في مكانها في وقتها، يعني في وقتها لما يكون نحال مبتدئ ما عندوش فراز، بعض الأحيان يلجأ إلى الطريقة هذه. والطريقة هذه ممكن طريقة قديمة منذ القدم. حبيت نذكر فقط الإخوة، كلنا كنحالين مررنا على هذه الطريقة. إذا البارحة أنا نزعت عسل الختم. عسل الختم هذا مليان مليان، مملوء عن آخره عسل. هذا مليح، يقولون معلومة فقط، يقولون أن هذا الشمع هذا جيد لأمراض البطن، لأمراض البطن. إذا هذه معلومة الله أعلم هل هي مؤكدة أم لا، الله أعلم. إذا لم تكن لدي أي فكرة في طريقة نزع العسل هذا اللي موجود مع الشمع، شمع الختم. فقلت يعني في السنوات السابقة كنت استعملها لكي أنزع العسل الموجود هنا يعني وحده أوتوماتيكيا، يعني دون تدخل مني، أضع فقط الشمع وأتركه يقطر. واليوم بعد يعني ساعات فقط، ممكن حوالي 15 ساعة أو 16 ساعة، انظروا هاو العسل يعني أصبح كله هنا في القدر، والشمع بقي في الكسكاس. الكسكاس والله غير نسيت باللغة العربية. الكسكاس بقى الشمع في الكسكاس. هذه طريقة سهلة. الإخوة اللي الله غالب ما عندوش فراز يستعمل الطريقة، وهي ناجحة. هاي يعني ما شاء الله مازال يقطره، مازال يقطر، يعني لو تحركه قليلا يقطر كذلك، أو يستمر في، قلت يستمر يقطر. هذه طريقة يعني تقليدية، وهاكم تشوفوا العسل أو هنا في القدر، الله يبارك ما شاء الله، وما زال لحد الآن يقطره، ما زال لحد الآن. شكرا لكم وإلى اللقاء.